السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع المتابعين على القناة، وأود أن أشكركم على تفاعلكم، تعليقاتكم، لايكاتكم والبارتاج. القناة راه غدا في الطريق الصحيح، بالرغم من الجدل الذي يثار في بعض الفيديوهات والمواضيع والاختلاف الذي يبدونه بعض الإخوة في بعض المواضيع، إلا أن هذه الظاهرة تبقى ظاهرة صحية، لأنه إذا كان اتفاق على كل ما أقول هذا يعني أنه كاين شي حاجة ماشي هي هذيك. فالاختلاف ضروري ما دام في إطار النقد البناء والاحترام المتبادل. موضوع اليوم هو موضوع كنت باغي نهضر فيه من شحال هذه، منذ مدة، ولكن ما كتبش، ودابا جا وقته، ألا وهو علاقة القصر الملكي، أو بمعنى أصح علاقة العلويين بالحاخامات والكهنة اليهود من بني إسرائيل. في الفيديو سنطرح أحداث ووقائع كثيرة للعلويين جمعتهم مع بني إسرائيل، وهي مواقف ما يمكنش أي مسلم يقدر يديرها، واللي غادي يبدأ يطبل ويقلب على المبررات للدفاع عنهم، كما تعودت أن أرى في بعض التبريرات الغريبة وفي بعض التعليقات والتي لا يقول بها أي واحد، يعني عنده في الراس ديالو جرام ديال العقل. أنا هاد الناس غادي نقول لهم حاجة واحدة باش يديروها كمعيار، إذا كانوا فعلا مسلمين يحطوا راسهم في هذه المواقف ويشوفوا واش يقبلوا على راسهم، يتصرفوا هذه التصرفات بصفتهم مسلمين ولا لا. المهم، لعلنا جميعا شاهدنا هذه الصورة هذه ديال محمد السادس مع أحد الحاخامات اليهود اللي سميته إسرائيل جولدبرغ، ولكن هذه الصورة تم التسويق لها على أساس أنه أحد اليهود التقط صورة له مع الملك محمد السادس، حيث يعني تلاقى معاه، ولكن الأمر غير ذلك تماما، العلاقة أعمق من ذلك. وهذه الواقعة تعزز العديد من الوقائع والعديد من التصريحات اللي سبقت، التي تقول أن الأسرة العلوية عندها أصول يهودية، وهي لا زالت متشبثة بمعتقداتها. نبدأ من الصورة الملتقطة. الحقيقة لما وقع بين الملك والحاخام جولدبرغ غادي تجي على لسان جولدبرغ نفسه عبر حائط الفيسبوك الذي نشر من خلاله كل ما وقع، حيث يقول أن الملك صدفة جاء لشراء نظارات من عند جوناثان في نفس الإقامة التي بها معبد يهودي، وهو أقدم معبد في باريس. أنه يتلاقى مع الحاخام ويتصور معاه، هذا أمر عادي ما فيهاش حتى شي إشكال، ولكن ما كتبه الحاخام هو اللي ما ماشي عادي. وسأترك لكم الرابط يعني كي تتأكدوا بأنفسكم، الرابط باللغة الفرنسية. قال الحاخام: كان لي الشرف أن أنقل إلى جلالة الملك المبادئ الكونية السبع، أي شرائع نوح السبع، وهي عبارة عن قوانين يجب على اليهود الالتزام بها. لماذا الملك الذي يقول على نفسه أنه حفيد الرسول وأمير المؤمنين وأنه مسلم يتلقى تذكيرا من أحد أئمة اليهود بقوانين دينية لا تلزم غير اليهود؟ هذه وحدة. ثانيا، الحاخام يقول أن قدومه لشراء النظارات من ذاك المحل كان رمزيا فقط. شراء النظارات رمزي، وسيدي شنو هو اللي ماشي رمزي في القضية؟ أمير المؤمنين يقول أن الحاخام يقول أنه تأثر عندما سمع صلواتهم، ملككم أيها المغاربة يتأثر ويتخشع بصلوات اليهود في معبدهم. هذا التأثر الذي لا يبدو على محياه، منين تيجي يمثل علينا في صلاة الجمعة؟ لم تبدو عليه يوما علامات الخشوع، بل تجده دائما منفوخا منفوشا متفاخرا، تشوف في السقف حتى في الصلاة ديالو لا ينظر لموضع السجود، ديما راسو مهزوز للسماء. أنت أيها المسلم المغربي الذي تبرر كل شيء للملك، واش عادي أن نحطوك في هذه المواقف وتتخشع مع اليهود في صلاتهم؟ إذا انطبق الأمر عليك فينطبق على الأمير. غتلقى ليه مبرر، يعني خاص بنادم يركز شوية في الواقائع وما تيبقاش غير
كتدرم، الحاجة كتدوز قدام عينينا ونتغاضى عنها ونمر. هذا ليس كل شيء، مازال العطي يعطي ومازال غنسمعوا اللي غيعجبكم. يقول الحاخام أن الملك طلب من الحاخام الدعاء له، وهنا الإنسان يجب أن يتوقف. أميركم أيها المغاربة يؤمن أن دعاء الحاخام له قد يستجاب ويساعده، فبالله عليكم، بالله عليكم، وكلامي موجه للناس اللي عارفهم سيرفضون كلامي بلا ما يفسروه وبلا ما يجاوبوا على التساؤلات اللي هي مشروعة. أش دخل الملك إلى معبد يهودي في وقت صلاتهم وأن يتلون عليه صلوات ويطلب منهم الدعاء ويتخشع معهم؟ غادي يقول لك لا، راه من باب التسامح. غنقول لك اسمح لي، هذا الكلام لا يقول به إلا مجنون. يعني أنا كي أكون متسامحا مع نصراني، واش خصني نمشي للكنيسة في وقت صلاتهم وأتقاسم معهم طقوسهم الدينية التي تخالف ديني، بل الإيمان بها يبطل إسلامي، ونتخشع معهم؟ المهم اللي بغى يحلل ويناقش راه كل شيء واضح، واللي باغي يلغي عقله شغله هذاك. المهم أن هذه الواقعة جعلتني أتذكر ما بدر من الحسن الثاني من تجسس لصالح الموساد في القمة العربية عفوا، عبر وضع ميكروفونات لتسجيل ما دار في الاجتماع المغلق بين القادة العرب، وأعطى تسجيلات إلى جهاز الموساد. وهذه التصريحات خرج بها ضباط الموساد مؤخرا وفضحوا الحسن الثاني، يعني الذين قالوا عنه أنه كان متعاونا ويقدم خدمات. ولكن هذه القضية ديال التجسس معروفة، يعني حتى من قبل تصريحات الموساد، التصريحات فقط جاءت لتؤكد ما نشر وما قيل من قبل. وهذا ما يفسر تفاخر الإسرائيليين بالحسن الثاني، لدرجة أنه عنده شارع باسمه في إسرائيل، وهذا لا يخفى على أحد. طب في جوجل وغادي تشوف. وأيضا عنده نصب في أحد الحدائق باسمه في إسرائيل، غديرها في جوجل ودير صور وغادي تشوف تصاور ديال اسم الشارع وتصاور ديال النصب، غيخرج لك الحسن الثاني. غير أنه غادي يكون قدم ليهم خدمات جليلة. وأيضا هنا غادي نتفكر وغادي نرجع لواحد الفيديو موجود على اليوتيوب، غادي نحط لكم حتى هو الرابط ديالو، لسفير المغرب لدى الأمم المتحدة في الثمانينات في عهد الحسن الثاني، داير الكبية ديال اليهود فوق من راسه ويتقدم إلى أحد الحاخامات الكبار في إسرائيل وتيطلب منه الدعاء للملك، ودعا معاه وقال ليه بأن الملك يقدم خدمات كبيرة، وعطى السفير واحد الحجاب باش يتبرك به الحسن الثاني. وقبل ما يمشي السفير قال ليه الحاخام بالله خصهم يفتحوا شي فرع جديد في المغرب لحركة حباد، يعني غير باش تعرفوا يا المغاربة شكون اللي كيتحكم فيكم ومن أين تأتي الأوامر. وهاد الحركة ديال حباد أكبر حركة متطرفة، وكيخرجوا بواحد التصريحات مباشرة ما كيتخباوش، يدعون إلى إبادة المسلمين والعرب. وهذه الحركة هي حركة توسعية، ومن أهم أهدافها هي بناء الهيكل اللي غادي يخلي المسيح الدجال يجي حسب معتقدهم. والهيكل باش يتبنى خصهم يهدموا المسجد الأقصى. ومنين تنهضر أنا في هذه المواضيع تيبداو عليا شي إخوان بعض التعليقات، أشهد الخزعبلات، أشهد الخرافات، رغم أن ترامب إذا كانت هذه خرافات، يعني أجاب ترامب بجلالة قدره إلى القدس ويعلنها عاصمة لإسرائيل، وجاءوا الحاخامات وعرضوا أمام شاشة التلفاز وأمام الكاميرات عليه مشروع الهيكل، يعني الماكيت ديالو عرضوها أمام الكاميرات أمام العالم، والناس كتشوف ومازال الناس كتكابر وخا يشوفوا جميع الأحداث وما يقع في العالم، يشير إلى أن إسرائيل يعني غادة في طريق لتحكم العالم. وباقي الحكام، جميع الحكام الحاليين بدون استثناء، ليسوا إلا خداما سيقدمون لها العالم على طبق من ذهب. ومن بين هؤلاء الحكام محمد السادس وعائلته، اللي ولاوا يصلوا في المعابد مع اليهود ويتخشعون ويقدمون تسهيلات لحركات تدعو لإبادة المسلمين. وهذه الحركة ديال حباد
راه غير مؤخرا محمد السادس يعني قام بدعوة أعضاء منها للقدوم إلى المغرب. فالسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يهتم محمد السادس بدعوة حركة متطرفة إلى المغرب؟ لماذا يحضر صلوات مع اليهود ويتخشع فيها؟ لماذا يذكرونه بالشريعة اليهودية؟ وفي الناحية الأخرى عند المسلمين تجده يمنع الناس من الاعتكاف في المساجد، يقيد الشيوخ والخطباء بدروس كتبتها الداخلية، يعني جهاز أمني يعلم المغاربة دينهم، يغلق دور القرآن، يمنع الحجاب في عدة قطاعات، ينشر المظاهر الشركية من الزوايا والمقامات والأضرحة، ويصرف عليها من قوت الشعب، ومن ينتقد السياسة من الشيوخ يمنع من الخطابة. وهذا الشخص الذي يفعل كل ما بوسعه ليخرب على المسلمين دينهم ويهتم بدين اليهود ومشاريعهم، ماذا سيكون دينه وملته ونحلته؟ هل هو فعلا مسلم؟ الجواب عندكم انتم اخوتي عند ذوي العقول. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن انا شاء الله. عندنا علاقه بزاف من اللي كنت في المغرب قبل ما تكون عندي 17 عام، عندي علاقه كبيره بمهراق. ايوا كنعرف هذه المراه، وهذه المراه تجي لباريس يعني، وهي عزيز عليها الشيوخ ديالنا، وعزيز عليها ملي تنجلس معاها ونشرب معاها كاس اتاي ونتكلم. ايوا هي اللي تتحكي ليا هذا الشيء اللي تنقول لكم، بان ولدها يعني حاشاكم حساس، وبان يعني اللي يعني بان اعتنق اليهوديه، وبانهم جوج باليهوديه.